لا تنسوا الإعجاب والاشتراك بالقناة لكي يصلكم كل جديد. السلام عليكم، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. أهلا وسهلا فيكم إلى شرح جديد لفيديو جديد. اليوم جايب لكم ميزة لترجمة كل ما هو مكتوب على الشاشة في ضغطة زر دون الخروج من نفس التطبيق. طبعا هذه ميزة في iOS 15، للحد في iOS 15 يقدر يوصل لهذه الميزة، سواء من سفاري الكلمة هذه يعني أو العبارة هذه من سفاري أو من أي تطبيق آخر. أنا جربتها صراحة في سفاري وفي تطبيق الرسائل، هذا اللي أنا لاحظته. تمام، قبل ما أبدأ في الشرح لا تنسون من اللايك والاشتراك بالقناة لدعمنا وتشجيعنا، ولكي نقدم لكم كل ما هو مفيد وجديد في عالم الآيفون. نذهب إلى الرسائل. هنا عندي أنا STC Dear Customer، رسالة من STC. إيش أسوي؟ راح أسحب من الأعلى للأسفل. STC Dear Customer، تفاعل نسخ الترجمة. أضغط على الترجمة مباشرة، راح يترجمها لنا باللغة العربية. إغلاق الترجمة المزيد Dear Customer العربية Dear Customer Dear Customer العربية عزيزي العميل عزيزي العميل، نود أن نطلعك على خرى المستجدات بشأن التغيير صلاحية الرصيد وبطاقة سم. فترة الصلاحية للائتمان هي 90 يوما وبطاقة سم سنة واحدة. تمام، سيتم تمديد صلاحية الائتمان على ترجمها لنا استخدامك. نطق عزيزي العربية إغلاق إغلاق الترجمة الإنجليزية. خلاص إغلاق إغلاق، وهي أصلا رسالة بالإنجليزي. STC STC Dear Customer We would like to update you about the change of credit. بدل ما نضغط على نسخ الترجمة إغلاق عزيزي العميل، نود أن نطلعك. نلبس بنص الشاشة راح عزيزي العميل، نود أن نطلعك على خرى إجرانا الترجمة الموجودة. هذا ما لدي في هذا الفيديو، وانتظروني في شرحات أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.